السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا في فيديو جديد مع بعض، والنهارده هنبدأ كده بقى من اول اليوم خالص. هنجهز بقى الفطار مع بعض وهنشوف هنعمل ايه. طبعا زي ما انتم شايفين كده، انا من امبارح كنت بقيت المطبخ نظيف وزي الفل، ما كانش فيه مواعين ولا كان فيه اي حاجه. انا بس صحيت كده بدري، قلت اما اجهز شويه حاجات عشان اصورها معاكم. قلت بقى نصور الفطار مع بعض وتشوفوا انا هعمل فيه ايه. تمام، طبعا الدنيا في المطبخ زي الفل اهو، مفيش فيه اي حاجه خالص. دي احسن حاجه بقى، ما تكوني نايمه من بالليل وكل حاجه في المطبخ تمام. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين، اول حاجه انا عملت هنا جبنه في طماطم، طبعا دي سهله جدا مش محتاجه يعني اعملها معاكم ولا كده. ودي طحينه، وهنا كمان الفلفل الاخضر ده انا هحطه كده على الطحينه، بيبقى طعمه حلو جدا جدا. يعني عارفه الحكايه دي من حماتي، بتحطه كده مثلا. يعني طبعا الفلفل الاخضر فيه طبعا كالسيوم جامد جدا، يعني بيقول لك الفلفلايه الخضراء بتحتوي على كميه كالسيوم اكتر من البرتقانيه او الصفندقيه الواحده. تمام، فعشان كده انا هحط بقى الفلفل ده كمان كده معاها، يزود قيمتها يعني وكده. طبعا انا ممكن في العادي بعملها من غير فلفل، لو مثلا هتعملي كفته او اللي هي حاجات بتاعه الغدا يعني، او عشاء او كلام من ده. انما طبعا دلوقتي مثلا في الفطار او كده هعمل جنبها فلفل اخضر كده زي ما انتم شايفين. ودلوقتي هنا كمان انا مجهزه كوبايه الشاي ومولعه هنا كمان على البراد اهو، معايا بيجهز الشاي وخلاص. كمان المايه شكلها كده بدات تغلي اهو. هنا بقى اللي هعملها معاكم هي هعمل بيض بكبده الفراخ. يعني الحكايه دي ما كنتش اعرفها خالص غير لما اتجوزت، وبقى عند حماتي يعملوها. هي طريقتها سهله جدا. هنا طبعا دول 5 بيضات حسب طبعا كميه الكبده اللي عندك، يعني دول 5 بيضات كده زي ما انتم شايفين. انا دول بس حطيت عليهم الملح وهقلبهم، وهضيف برده فلفل اسود على البيض، وكمان هضيف فلفل اسود على الكبده. دي كبده فراخ، دول كانوا حوالي 3 بيضات، دول قصدي كانوا حوالي 3 كبد بتوع 3 فرخات يعني. فعشان كده انا قطعتهم زي ما انتم شايفين كده شرايح ناعمه. والاول حاجه سبتهم الصراحه منقوعين الاول في شويه ميه بملح، ما حبيتش احط عليهم خل عشان اما جربتها قبل كده لقيت طعم الخل طلع فيها شويه. فعشان كده بنقعها بس بشويه ميه بملح تنزل بس الدم اللي فيها وكده، وغسلتها طبعا وشطفتها كويس جدا. دلوقتي بقى هنروح بقى على النار مع بعض. انا مجهزه هنا دلوقتي بقى المقليه وحاطه فيها الزيت بتاعي، هولع على النار وهسبب بس الموبايل كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده جهزت معايا الزيت على النار، شكله كده بدأ يسخن بقى خلاص. فدلوقتي هنزل بقى بالكبده. انا الصراحه يعني بخاف احط الكبده بالطريقه دي والزيت مقدوح جدا، لان بتبدأ تطرطش. تمام، انتوا كمان سامعين كده الصوت بدأ يعمل ازاي. فدلوقتي كمان هحط لها الملح والفلفل، هحط لها كده فلفل اسود زي ما انتم شايفين. انا حاطه كمان على البيض ملح، فلازم تخلي بالك من الخطوه دي. طالما البيض عليه ملح ما تكتريش بقى الملح على الكبده. تمام، انا دلوقتي بقى هغطيها، ده غطا حلة عادي عندي طبعا، غطيتها بالغطا ده لان هي الصراحه ممكن كمان تقعد طبعا بقى ايه تفرقع شويه، عشان طبعا الكبده بتبقى فيها ميه برده شويه، فتبدا ممكن تفرقع معايا وكده. فانا بغطيها عشان ابقى في الامان يعني، لحد ما تاخد صدمه كده على النار، وبرده ابدا اقلبها تاني بس بتكون هدت شويه من الميه طبعا اللي كانت فيها. تمام، هنا برده معايا الميه بتاعت الشاي غلت خلاص، هقفل عليها دلوقتي واحط بقى الطبق بتاع الكبده ده كده معايا في الحوض، واعين كل حاجه مكانها تاني. دلوقتي بس الكبده هتتشوح شويه وبعد كده هنزل عليها بالزيت. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده خلاص الكبده يعني يعتبر استوت خالص. انا الصراحه ما بعملش الحركه دي غير في نفس اليوم اللي الفراخ جايه فيه. تمام، هنزل دلوقتي بقى عليها بالبيض. هنقلبها كده برضو مع بعض. هقلبها واسويها على الجنبين وهوريكم كمان شكلها في النهايه. وده كده شكلها في الاخر بعد ما شلتها من على النار، بجد حلوه جدا جدا وطعمها بجد حلو قوي قوي. تمام، انا دلوقتي بقى هصب كده الشاي معاكم.
وده كده كان فطارنا النهاردة، هنفطر وارجع لكم تاني. ودلوقتي زي ما احنا شايفين كده، بعد ما فطرنا وخلصت وغسلت المواعين كمان بتاعة الفطار، جيت دلوقتي دخلت في المطبخ وجهزت كمان معايا الغدا. الغدا ده انا عملته معاكم قبل كده، يعني غدا سهل وبسيط جدا، ما فيش فيه حاجة. عملت صينية بطاطس بالكفتة، انا كمان خلصتها وجهزتها خالص اهو، يا دوب بس هولع عليها في الفرن وقت ما نيجي نتغدى وكده، بس عشان تبقى سخنة معايا. تمام، يبقى انا كده بس خلصت معايا الغدا، وعملت هنا كمان رز بشعريه، ومفيش ورايا اي حاجه بقى دلوقتي. يعني مثلا دلوقتي لو ورايا بقى حاجه في البيت ممكن اعملها بره وكده، وكده يبقى الركن بتاع المطبخ خلص معايا خالص. طالما الغدا خلص معايا ومواعين الغدا، يعتبر كل حاجه خلصت معايا في البيت دلوقتي. بس كان عندي هدوم في البلكونه، هروح المها من على حبل وكده، وهشوف لو عندي هدوم تانية شغل عليها الغساله، وهشوف ورايا ايه في البيت، ونرجع تاني مع بعض نشوف هنعمل ايه بعد الغدا. يدوب بس مواعين الغدا اللي ممكن نعملها مع بعض. ودلوقتي يا بنات، بعد ما خلاص جهزت الغدا بتاعي وكده، جالي الصراحه مشوار مستعجل، فخرجت وانا بره في المشوار ده، يعني قلت ما اتمشى كده شويه، فكان ناقصني شويه حاجات في المطبخ كنت عايزه اجيبها. القماشه دي يعني طبعا مش مهمه قوي او ضروريه قوي، بس انا حبيت ان اغير شويه في المطبخ بتاعي. طبعا الواحد بيمل برضو بيزهق بسرعه، فكان نفسي اجيب اول قماشه دي اعملها مثلا، هتشوفوها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هعمل بيها ايه في المطبخ. وكمان برضو كنت محتاجه اجيب الورق ده اللي هو اللي بيتلزق، اللي انتوا عارفينه طبعا، اللي هو في ظهره مربعات ده، كنت برضو محتاجه اجيبه، فجبت اللون ده. انا عايز بقى دلوقتي اجيب كل حاجه فاتحه. وكمان برضو لقيت الورق ده منه جليتر، يعني انتوا شايفين ده كده حلو جدا ازاي، اللي هو الورق اللي احنا عارفينه كده، ده من ده الظهر بتاعه، فكان عاجبني منه الجليتر ده. تمام، الورق ده عندنا المتر من الورق العادي خالص بقى ب6 جنيه، كان الاول ب5 جنيه بقى ب6 جنيه. وكمان برضو الجليتر ده لو المتر منه ب10 جنيه، يعني المتر من ده ب6، والجليتر ده طبعا في منه اشكال كتير قوي كده، في ساده وكده، بس انا عجبتني قوي ان هي النقشه المقلمه دي كده مع بعض، المتر من ده ب10 جنيه، فعجبني جدا برضو صراحه، قلت اجيبه برضو نعمل بيه شويه افكار ان شاء الله الفتره الجايه مع بعض. اتمنى ان شاء الله طبعا الفيديوهات الجايه الفتره الجايه تعجبكم، والفيديوهات دي كمان تعجبكم. وبالمناسبه عشان كده برضو ما تنسوش بقى لايك للفيديو ده، وكمان الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس اللي لسه بيشوفوا القناه جديد وما اشتركوش وما فعلوش الجرس، لان انا حاسه ان الاشعارات ما بتوصلش لناس كتير خالص. وكمان برضو اللي عجبني طقم التوابل ده، وطبعا طقم ازاز، انا حسيت على فكره ان هو برطمان عادي جدا، شايفين هو حجمه زي البرطمان العادي خالص، كأنه برطمان عسل، او شايفين اي برطمان عادي خالص اهو، بس اللي محليه يعني الصراحه الغطا. انا كنت بمناسبه بقى البرطمانات دي، ايه اللي حصل معايا، انا وانا كنت ماشيه شفت البرطمانين كده بس كانوا من فوق الصراحه، هنا الابيض ده مثلا لو دي موف يبقى هنا بينك، لو ده كده اللي هو بيبي بلو ده شويه يبقى هنا مثلا اصفر، فكان شكلهم حلو، فشفتهم واحده حطاهم في محل عندها، قالت لي الاثنين ب 30 جنيه، فمشيت وجبت الاثنين وكانوا تمام وعاجبني وكل حاجه. قلت لها مفيش كمان واحد، كنت عايزه اجيب طقم 3 مع بعض، لقيتها بتقول لي لا الصراحه مفيش الا دول اخر قطعتين في المحل، والاثنين ب 30 جنيه. فما مشيت قدام شويه لقيت بقى ايه المحل ده عند راجل تاني حاطط الثلاثه مع بعض ب 30 جنيه، بس الفراوليه دي لونها بس ابيض، فقلت انا على ايه، اخدتهم الصراحه، رحت رجعتهم للست دي وجبت الثلاثه مع بعض ب 30 جنيه عادي جدا يعني. قلت ليه يعني حد يشتغلني ليه، يعني مش محتاجه للدرجات دي، فقلت رحت رجعتهم بقى ليها وكده. وهي الصراحه يعني ما قلتش هترجعهم ليه، لان كان في نفس الوقت على طول مشيت لقدام كده لقيت المحل ده حاطط التلاته ب 30، جبتهم بقى ورجعت التانيين. فانا حبيت اقول لكم على الحكايه دي، طبعا مش الواحد فعلا صحيح يشوف الحاجه من اول مره يروح يجيبها، لا انت صحيح طول ما انت ماشيه اسالي على السعر، لو حاجه عجبكي قوي ونفسك تجيبيها. هم دول الصراحه يعني ما كانوش عاجبيني اللي هم قوي، بس ايه حبيت برضو اغير شويه احط فيهم السكر والشاي، وقلت مثلا احط هنا برضو بقى اعشاب او قهوه كده حسب يعني طبعا اللي بستخدمه اكتر حاجه برضو، والبهارات اللي عندي بقى اللطقم التانيه ممكن استغلها واحط فيها حاجات تانيه. تمام، انا حبيت بقى، انا حابه الصراحه ان المطبخ بتاعي افتحه اكتر الفتره الجايه، فاتمنى ان شاء الله الفيديو بتاعي النهارده يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش طبعا تفعيل الجرس زي ما قلت لكم، والاشتراك في القناه ولايك للفيديو، واستنوني ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، واشوفكم على خير. ده كده شكل البرطمانات بعد ما حطيت فيها الاعشاب والسكر والشاي، حبيت اوريلكم بس قبل ما انهي الفيديو كده.
بجد حلوين جدا وعمليين، وزي ما قلت لكم طبعا التلاتة ب 30 جنيه، يعني فالواحد ب 10 جنيه مش غالي خالص يعني، وحلو جدا.